السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. حلقة جديدة من البيوت السعيدة. يا رب يسعدنا وإياكم ويجعل في بيوتنا الطمأنينة والسعادة والخير والبركة والستر والعافية. إحنا ليه دايما بيبقى الواحد في بيته ممكن مش سعيد مش مبسوط؟ هل في عندنا مفاتيح للطمأنينة والسعادة في بيوتنا؟ أول مفتاح من مفاتيح الطمأنينة علشان أنا وإنت وحضرتك وحضراتكم كلكم تكونوا مطمئنين وسعداء في بيوتكم، دي سلسلة طويلة قوي هبدأ أشرح فيها، يعني كل حلقة كده هاخد مفتاح أو مفتاحين. والله الذي لا إله إلا هو، المفاتيح دي هي باب السعادة لأي بيت مسلم، أي بيت، حتى البيوت اللي مش مسلمة عفوا، حتى البيوت اللي مش مسلمة لما بتتعامل بالمفاتيح دي بتنجح وبتبقى سعيدة ومبسوطة وفرحانة. احنا اي حد فينا عليه واجبات وله حقوق. يعني ايه؟ انا بشتغل في مكان مثلا زي القناة كده، لو اشتغلت واديت اللي عليا هلاقي اخر الشهر الراتب بتاعي. كل واحد فينا بيشتغل في مكانه بيعمل اللي عليه وبيطالب بحق، حقوق وواجبات. الحياة الزوجية وحياة الراجل الزوج والزوجة مش حياة وردية، مش لحظات وخلاص وبتنتهي المسألة، لا، دي مسألة كبيرة جدا. وإحنا في بيوتنا عايزين نعرف ايه اللي يخلينا مع بعض سعداء، ايه اللي يفتح الباب للطمأنينة كده عشان تكون الطمأنينة دي موجودة بين اي طرفين. عدوا بقى معايا كده وناخد المفتاح الاولاني. المفتاح الاولاني مفتاح النفقة. اوعى تفكر إنك هتبخل على زوجتك بالنفقة وهتعيش مبسوط. لو ساعدتك إنك تجمع المال وتحوشه وترصص الفلوس على بعضها وحسابك في البنك يزيد والفلوس تحوشها وتجيب 100 على 100 ويبقى أولادك محتاجين أكل وشرب وإنت تبخل عليهم وتبخل على زوجتك بالنفقة، اوعى تفكر ان دي السعادة. انت اتعس واحد في الدنيا. الفلوس جاية علشان تسعدك مش عشان تحوشها وترصها على بعضها ابدا. اوعى حد يقول لي اصل انا مرتبي على قدي. اصرف على قدك. يعني في واحد مرتبه 1000 جنيه، لما زوجتك تشوفك بتصرف الألف جنيه اللي انت بتقبضها عليها وعلى أولادك هي هترحمك، هي هتتعاون معاك، هتحط إيديها في إيدك. لكن تبخل عليها وانت معاك يا راجل، اوعى تفكر انك هتبقى مبسوط. والله العظيم انت أتعس واحد في الدنيا. جرب في مرة من المرات إنك تسعد نفسك وتسعد الناس اللي حواليك وأقربهم لك، زوجتك وأولادك، بإنك تنفق عليهم. جرب بإنك تسعدهم بفلوسك. لو جربت الطعم بتاع السعادة والطمأنينة في الحتة دي عمرك ما هتتخلف عنه. الشيطان يجي يوسوس لك إنك أنت عايز يبقى عندك فلوس وعايز يبقى عندك وعندك وعندك، فما تطلعش لحسن هتتفقر لو طلعت. غلط غلط. ده رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يقول لك دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على أهلك أعظمهما أجرا
الذي تنفقه على أهلك. يعني لو معاك 20 جنيه وطلعت 10 جنيه للمسجد وصرفت 10 جنيه على زوجتك وولادك، الحسنات الأكتر هتجيلك منين؟ من العشرة جنيه اللي انت صرفتها على زوجتك وولادك. شفت الحد فين؟ النفقة على زوجتك وأولادك هتكسب بيها مكسبين. المكسب الأولاني مكسب أخروي ده ثواب انت هتساب عليه من ربنا. المكسب التاني هتكون سبب أساسي من السعادة والطمأنينة لك ولزوجتك ولحياتك، وهتعيش مبسوط جدا جدا جدا. يا ترى في ناس بخلة؟ في كتير. خلونا بقى نسمع اتصالاتكم وناخد أول اتصال في حلقة النهاردة. معانا مين على التليفون؟ محمود. أهلا يا محمود. السلام عليكم. محمود. أهلا يا فندم. أم محمود ولا محمود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. محمود؟ محمود معلش أنا آسف يا محمود، أنا الخط فصل. قلت أنا عايز وبعدين الخط فصل من عندي، سامحني يا محمود الله يرضى عنك. المفتاح اللي أنا بقوله دلوقتي هو مفتاح الإيه؟ هو مفتاح النفقة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ده ربنا بيقول لك لينفق ذو سعة. يا راجل ما ينفعش تبقى معاك فلوس ويبقى ربنا كرمك تبخل على زوجتك، تبخل على أولادك. اتق الله. الرجولة، الشهامة، الدين، الأخلاق، الأدب، الخوف من ربنا بيحتم عليا وعليك إنك تقوم بالدور اللي عليك وتنفق على زوجتك. ما ينفعش يكون معاك وتبخل عنها. ما ينفعش تكون بتشتغل أي شغلانة ونفقاتك ونفقات أولادك وأكلهم وشربهم في اليوم مثلا 100 جنيه وانت تديها 20 أو 50 وتقول لها تصرفي، هتطلع تسرق يعني؟ ولا هتروح ترمي بلاها على مامتها ولا على اخواتها ولا على مين يعني؟ انت ينفع الكلام ده؟ فما ينفعش. انا بخاطب فيك المروءة، علشان كده بيتك مش سعيد. عايز بيتك سعيد، قم بالدور اللي عليك، قم بالواجب اللي عليك، وهتاخد حقك تالت ومتلت في الدنيا وفي الآخرة. معانا على التليفون نبيل. عبير أنا آسف، هو أنا مالي النهاردة؟ مشكلة عندنا. عبير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا عبير، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والله موضوع الحلقة جميل جدا جدا ومتشكرين قوي على إثارة المواضيع المهمة دي بالنسبة للناس. ما هي المواضيع دي هي مواضيعي ومواضيع حضرتك ومواضيع الناس كلها. ربنا يبارك لك. الله يسعدك. الله يحفظك. احنا دلوقتي طيب، الزوج دايما اللي بيكذب على مراته. بيكذب عليها ليه؟ ليه؟ يعني يكونش يقول لها انت اجمل واحده وهي مش اجمل واحده؟ لا 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 لا. في موضوع المصاريف المرتب بتاعه ما لهاش ابدا عن المرتب فين؟ مخبي عليها. مخبي عليها. ده اولا. طيب قبل ما اعدني الحته دي، هو مخبي عليها وبينفق ولا مخبي عليها وبخيل؟ لا هو مش بينفق، هو بيحوش بقى للاولاد. يعني ايه بيحوش يعني للاولاد؟ يعني يبني شقه للاولاد. حلو. يعمل حاجات دي يعني لا يسرف جدا. يعني لا يسرف في كلام فاضي. لا 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 لا، كلام ماشي. فاضي لا ماشي. بس المصاريف ما بتكفيش. ماشي. ها المصاريف ما بتكفيش. ده ماشي. طب ماشي. هو لو اداني جزء يعني اداني فلوس ونسيها، هل يبقى حرام ان انا ارجع اقول له لا انت اديتني كذا؟ ولا هل يجوز ليا ان انا خلاص نسيها يبقى نسيها؟ لا وضحي لي الحته دي عشان افهمها كويس. يعني هو لو اداني مثلا مصروف البيت
10 جنيه ماشي ونسي ان هو اداني 10 وقال لي ان انا ما اديتيش مثلا ماشي، هل يجوز لي ان انا اخد ال 10 جنيه دي واسكت عليها ولا يبقى حرام اقول له لا انا اخدت منك كذا؟ السؤال بتاخديها تعملي بيها ايه؟ لا في البيت والله، لان البيت يعني المصاريف الزمن ما بتكفيش كده كده بالمعروف؟ اكيد طبعا والله ربنا اللي يعلم يعني. اسمعي الاجابه، الله يرضى عنك، شكرا ليك. بصوا انا على الهوا اهو، خد الرخصه دي. اي زوج بخيل، بلاش بخيل، حريص، حريص زياده عن اللزوم. يا عم المصاريف في اليوم بما يرضي الله 50 60 70 جنيه، بيدينا 20 30 جنيه ويقول اتصرفوا واحنا ما نعرفش نتصرف. هل يجوز ان انا حتى لو اخدت من وراه ينفع؟ يا عم الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم جات له هند زوجة أبو سفيان، قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، بخيل يعني، وبيطلع الفلوس بالجلدة بالدم، ولا يعطيني، شوفوا بقى اللي جاي بقى، ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. بص يا عبير، هو ما بيدلكيش اللي بيكفيك، خدي سواء بعلمه أو بغير علمه، بشرط إنك تصرفي بالمعروف، يعني تكوني بتحط الجنيه في مكانه بالضبط. وأنا عايز أنصحكم يا ستات نصيحة والله العظيم أنا بطبقها بعملها، هي إيه؟ بحاول على قد ما أقدر إن أنا أشتري الحاجات الأساسية من المولات الكبيرة والمحلات الكبيرة اللي بتبقى عاملة عروض. إيه الحاجات الأساسية؟ الحاجات الأساسية الرز، الدقيق، الزيت، حاجات الغسيل، دي حاجات أساسية كل بيت بيستعملها. فبشوف، والنهاردة مواقع التواصل الاجتماعي مسهلة كل حاجة، أدخل على صفحات المولات والمحلات الكبيرة جدا، مش عايز أقول أسماء محلات لأنه ده هيبقى إعلان تجاري، أدخل على أسماء على الصفحات بتاعت المحلات دي وأشوف العروض اللي عاملينها. عاملين عروض على إيه؟ على حاجة بتاعت ملابس، يعني غسيل ملابس ولا حاجة، والحاجات دي والمساحيق بتاعت الغسيل دي أروح أشتري من عنده، أشتري حاجات تكفيني على قد الفلوس اللي معايا. واخدين بالكم؟ مفيش عيب أبقى أنا بنزل السوق، ما اشتريش من المحل الغالي، اشتري من المحل السوق. الفاكهه غاليه دلوقتي ما اشتريش، والله اصحابي بعتلي وانا بقول على الهوا اهو، بعتلي عايزين نقاطع الفاكهه فتره عشان السعر يرخص. خلاص، هي عرض وطلب. العنب الكيلو بالشيء الفلاني دلوقتي، لا مش جايب، مش هموت لو انا قعدت اسبوع واسبوعين ما اكلش عنب. والله هقاطع الفاكهه دي الغاليه دي واعمل واخصمها لحد ما ربنا يرخيها شويه. فأنا بعمل كده، أنت كمان اعملي كده، خذي ما يكفيك وبنوك. لو ادالك 10 وبعد كده هو نسي أنه ادالك العشرة وأنت صرفتها في البيت ومحتاجة تاني فادالك تاني، ما تقوليلوش أن أنت ادتني 10، ولا حرج عليكي ولا أي مشكلة خالص. معايا على التليفون أم يوسف. السلام عليكم. أهلا أم يوسف، عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيكي. معلش أنا عندي كام سؤال كده حضرتك تجاوبنا عليهم. السؤال الأول، أنا عندي 3 أطفال ماشي، ما بينهم طفل ذو احتياجات خاصة، يعني عنده إعاقة ذهنية، يعني الله يعينك، يعني ما ينفعش لما يعني أروح أعمل حاجة لازم حد يكون قاعد جنبه علشان ما ينفعش يتساب لوحده. ماشي. فأحيانا أنا ممكن أقصر في الصلاة، أنا ممكن ما أصليهاش في ميعادها بسببه. طيب وقتها ام يوسف، وقتها بيطلع خالص؟ يعني ممكن ادمجهم مع بعض. ماشي كملي. ها وممكن تفوتني ماشي بصراحه، يعني بسبب المجهود، ان هم فوق بعض، يعني هم ورا بعض على طول، يعني في السن يعني ماشي، وهو يعني عنيف معانا شويه في المعامله ماشي. وفي نفس الوقت يعني ليا بنت اكبر منه، يعني هداها معايا في الموضوع ده، يعني حتى يعني دخول الحمام لازم يكون حد قاعد جنبه. ماشي. دي
دي السؤال الأول يعني حاضر، فهمت بالنسبة السؤال. لربنا سبحانه وتعالى، يعني لو أنا بجتهد والله اللي أنا ما أثرش في أي جهة من جهات بالنسبة للعبادة أو هم، وأنا بقى موظفة، ماشي فأنا باخده معايا الشغل ماشي، يعني عشان أنا بنزل بيه كل يوم، لأن حضرتك عارف إن ذوي الاحتياجات الخاصة ما لهمش أماكن نسيبهم فيها. ماشي فزمايلي اللي في الشغل يعني احنا مقسمين الشغل، انا ايام ان هي ايام بنزل فيها علشان ما اقدرش انا كل يوم اصطحبه معايا الشغل، لان بتعب برضه، شغلتي ماشي ما ينفعش فيها اصطحاب اطفال، ماشي فمفيش حد بيشيل شغل، يعني رئيس في العمل عارف اللي انا باجي الايام ديت وبغيب اي يومين مثلا، دول يعني بنزل فيهم زمايلي التانيين اللي المفروض هم اللي بيشتغلوا مديرك فيهم. مو يوسف، مديرك نعم في انت بتشتغلي في عمل حكومي، ايوه مديرك في العمل مقسم عارف. الشغل عليكم كلكم؟ لا احنا سيدنا مطلق الحرية، يعني احنا شغلتنا، يعني اهم حاجة الشغل يتعمل، ايوه يعني المهم ميبقاش في تقصير، يعني مديرك في العمل عارف الحتة عارف دي ايوه مديري كل الحاجات، وأذن لك بذلك. اذن ليا بذلك وشايف المعاناة بتاعت ابني انت بتسأليني بقى وشغلي ده يعني حلال ولا حرام، حرام صح؟ ايوه زمايلي كلهم واقفين معايا، بس على خلاص، علم مفيش حد بيشيل شغلي انا بس اللي انت بشتغل. بس الايام اللي انت بتغيبيها يعني في مسامحة فيها، يعني في مسامحة فيها لأن زمايلي هم اللي بيشتغلوا، يعني مش بيضطروني، لأن ده أنا حتى الوقت اللي بقعد فيه يقولوا له خديه وروحي، عشان يساعدوكي يعني، لا علشان هو مش بيقعد ساكت، وعشان هم يساعدوكي عشان وعشان رحمة عارفين بظروفك العيب، يعني. بس مفيش حد بيشيل شغلي، يعني مفيش بس حد بتعمليه، بيشتغل مكاني، بس بتعمليه. بعمل يعني بعمل واجبي اللي هم بيعملوه بالظبط. خلاص، هات السؤال التالت. بالنسبه بقى فضلت الشاب، بالنسبه للفتاوى اللي بتطلع كتير ديت، بالنسبه وبتطلع يعني بتطلع من علماء ازهر، ما تقوليش اسماء حد، قولي لي مش هقول فتوى من اسماء الفتاوى. حد، بيطلع من علماء ازهر اللي اباحوا، يعني لما تبقى واحده محجبه حد سأل سؤال اللي هو يبيح المكياج اثناء الخروج، قال ان ما ظهر منها فما ظهر منها وجه وكفين فيجوز ليها اللي هي توضع المكياج وهي خارجه، في شيخ تاني اجا نفى ده قال لا ما تحطش الا للزوج بس، وفي شيخ تاني قال لا الزينه في اللي مسمح بيها اللي هي الوجه والكفين، واختلاطات في الاراء واراء تانيه بتطلع كتيره، يعني في موجه كده، موجه كده الناس كلها بتطلع تطلع فتن وتطلع اراء، وما هماش اصلا رجال دين ولا هم رجال فقه وعلماء ودباء وبتدخلوا في الدين جامد، ربنا وفي يستر نفس علينا. الوقت علماء مش بيرد عليهم الرد السليم، يعني مفيش حد حاضر بيوقفهم. حاضر، معلش يا فضيلة الشيخ رد لي على الثلاثة بعد إذنك. عيوني حاضر على راسي، شكرا ليك. الأول ربنا يساعدك وربنا يعينك على رعايتك لابنك اللي هو ذوي احتياجات خاصة، ويا رب أي حد عنده طفل ذوي احتياجات أو طفلة ذوي احتياجات خاصة يا رب يعينكم، يا رب يقويكم، يا رب يأجركم الجنة والخير على رعايتكم للطفل ده أو للطفلة دي، ده باب مفتوح لكم للجنة ما تأثروش فيه أبدا، استعينوا بالله، ثوابكم عند ربنا عظيم جدا 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 جدا، ربنا يعينك ويقويكي على الظروف اللي انت فيها. أول حاجة خالص، تأخيرك للصلاة وخروج الصلاة عن وقتها ده حرام إلا لعذر شرعي، يعني حاولي على قد ما تقدري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معاكي مجال من أذان الظهر لأذان العصر، صلي في أي وقت في التوقيت ده، لو جه العصر على الظهر بقى قضاء وهيبقى في حرام علي. الحرمة دي أنا أعاقب عليها من الله ما لم يكن عندي عذر شرعي يمنعني، مثلا في طبيب مثلا بيعمل عملية لحد، المقترح أن العملية هتاخد ساعة، فهو دخل يعمل عملية، العملية أخذت ساعتين ثلاثة، فأخذت في سكتها وقت صلاة الجمعة مثلا فما صلهاش، فنقول له حرام؟ لا، نقول له مش حرام لأنه واقف على رعاية مريض. أنت مش قادرة خالص تسيب الولد، وقت الصلاة طلع منك غصب عنك، لو سبت الولد ممكن يعور نفسه، ممكن يحرق، ممكن يا رب يحفظنا ويحفظكم يا رب، فك يعمل أي غلط، فأنت الحرمة عليكي لو ما عندكيش عذر شرعي، لو في عذر شرعي مفيش مشكلة. هكمل معاكي بس أنا معايا اتصال تاني عايز أرد عليه عشان ما أطولش على التليفون. معايا علي؟ علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ أحمد صبري، وطبتم وطابت أوقاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. الله يحفظك، جزاك الله خيرا،
الله يحفظك يا اخي ان شاء الله، ونشهد الله عز وجل اننا نحبكم في الله عز وجل. والله احبك الله الذي احببتني فيه يا اخي، الله يحفظك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. نعم صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه. صحيح. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. فندعو إخواننا وأحبابنا في كل مكان من يسمعون في مصر والعالم العربي إلى أن يتصدقوا، يخرجوا من أموالهم لكي ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. نعم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا يرجون تجارة لن تبور. نعم، وأنفقوا من رزقهم سرا يرجون تجارة. نعم، تجارة مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا وعلانية، وينفقوا مما رزقناهم، جزاكم الله خير. نعم. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. نعم. ويزيدهم من فضله. اللهم أمين. إنه غفور شكور. ندعو أحبابنا أن يخرجوا الصدقات وأن يخرجوا من أموالهم ويتبرعوا من أموالهم لكي يكون ذلك في ميزان حسناتهم. وطوبى لمن بنى بيتا في بيتا لله عز وجل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله بيتا في الجنة. جزاك الله خيرا يا أخي علي، شكرا، بشكرك، بحييك على تذكرتك لإخواننا إن هم ينفقوا في سبيل الله، وفعلا إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نذكر إخواننا بالصدقة والنفقة في سبيل الله، لعل الله سبحانه وتعالى إنه يوسع علينا ويرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم أمين يا رب العالمين. أرجع لسؤال أختنا، قالت لي إن هي بتاخد بتروح تشتغل وبتاخد 3 أيام أو يومين أجازة مثلا، ومديرها في الشغل بيسامحها في ده. طالما يا طيبة مديرك في الشغل وهو المسؤول شرعا وقانونا عن إدارة العمل سمح لك بذلك فلا حرج في ذلك، بشرط أن ما يكونش فيه ضرر على العمل، ولو أنت أخذت أجازة ولا حاجة زملائك بيقوموا بالواجب اللي عليك. الفتوى، خلي بالكم في فرق بين الحكم والفتوى، الفتوى لك في هذا السؤال علشان ظروفك مفيش مشكلة عليك، علشان ظروف ابنك الصحية وعلشان المجهود اللي بتعمليه، فمساعدة من إخوانك في المكتب هم ممكن يقوموا بالدور بتاعك. مديرك في الشغل عارف ظروفك كويس جدا فبيسامحك انك انت ممكن تاخدي يوم او يومين اجازة، هذا لا حرج فيه، وعملك ان شاء الله مفيهوش اي حرج ان شاء الله، في حين انك انت كمان لما بتروحي بتشتغلي وبتؤدي اللي عليكي، في حين ان زمايلك بيعرضوا عليك انك تروحي وهم يقوموا بشغلك بس انت مش بترضي، فلا شيء عليك ولا حرج عليك ان شاء الله. السؤال التالي بتاع المكياج، ويطلع حد يقول الست تحط، بص انا هقول لك الايه واضحه، الايه في سوره النور واضحه وضوح الشمس، زينه الست انا هشوفها لابسه لينسز وحاطه شويه اخضريكه وشويه احمريكه ليه؟ ليه؟ عشان ابص عليكي؟ عشان يبقى شكلك حلو يعني؟ طب هتحطي احمر شفايف وهتحطي الخدود وهتعمل معرفش ايه؟ الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى امر ان هي ما تكونش الا للزوج بس، ربنا سبحانه وتعالى امر ان الحاجات دي ما تتشافش الا للزوج، انما الستات هتحط وتطلع بره حرام، انا ماليش دعوه. اللي بص المتبرجه هي حره، انا ما اقدرش اروح لوحده مش حاطه حجاب اقول لها لازم تحطي حجاب، لا انا اقول لها يا بنت الناس ربنا فرض الحجاب، عجبك كلامي على عيني وعلى راسي، ما عجبكيش على عيني وعلى راسي برضو، لست عليهم بمسيطر، ان عليك الا البلاغ، انا بقوله خلاص. هتحطي بقى مكياج وتلبسي ضيق وتعملي، هنخش في ايه؟ في حيز الفتن، ونسال الله السلامه. الزينة بتاعتك شرعا بما يرضي الله ما ينفعش يشوفها إلا زوجك بس. هتحطي بقى مكياج تقولك تحط شوية مكياج خفيف، تحط شوية مكياج تقيل، تحط معرفش إيه، تحط ما أدريكش إيه، الحاجات دي كلها أنا ماليش فيها خلاص، ربنا يعفو عنا وعنكم. معايا على التليفون أميمة. أهلا يا أميمة. أيوة السلام عليكم. أمين. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمحي لي أسأل عن الرقم بتاع حضرتك. طيب حاضر، حاجة عندك سؤال تاني غير ده؟ لا شكرا يا دكتور، بس عايزة حضرتك سألني محطة غير ال HCG. طيب حاضر هقول لك شكرا. شكرا ليك، شكرا ليك.
اللي متابعني على الفيسبوك، صفحتي على الفيس باسمي انا، اسمي احمد صبري، هيخش على الصفحه دلوقتي هيلاقي كل البرامج بتاعتي. مش هقول اسم اسماء القنوات علشان ساعات بتعمل حزازيه في القنوات وبعضها. انا بشتغل في 3 محطات تانيين، فاللي عايز يتابع ممكن يبقى يبعت لي على الواتساب او يخش على صفحتي على الفيسبوك، هيلاقي البرامج كلها بتاعتي، وانا بعمل اعلانات باستمرار عن المحطات اللي انا بشتغل فيها والحلقات اللي انا بطلعها باستمرار. وبشركم بشرى حلوه كمان. يلا على الهوا، البرنامج ده هيبقى يومي، برنامج البيوت السعيدة هيبقى يوميا، بس هيبقى متأخر شوية، مش متأخر قوي يعني، هيبقى كده إن شاء الله كده في 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 يعني هحدد بس الوقت مع الشباب كده في القناة، ولكن ببشركم إن البرنامج هيبقى قريب جدا، قريب جدا جدا يعني، إن شاء الله هبقى معاكم يوميا إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعيننا ويعينكم ان انا اشرح حاجه تنفعنا وتنفعكم في الدنيا والاخره. يعني يشهد الله ان الواحد لما بيجي يطلع اي حلقه يقول يا رب يا رب انا 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 كفرت بنفسي وامنت بيك، يا رب ارزقني علم نافع ينفعني وينفع الناس اللي بيسمعوني، يا رب يا رب عني ان انا اصلح ولو حاجه صغيره جدا من الحاجات الغلط او الحاجات اللي مش مفهومه صح او الحاجات اللي ترضيك وترضينا وترضى بها عنا يا رب. فالواحد دايما بيبقى ده منهجه ودي عقيدتي وده ايماني وده منهجي ودي غايتي، والله شهيد على الكلام ده. فببشركم انه البيوت السعيده هيبقى يوميا قريب جدا يعني، ان شاء الله هطلع معاكم يوميا ان شاء الله. فارجع بقى طب قبل ما ارجع اروح للحاجه زينب. السلام عليكم حاجه زينب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو مين؟ ايوه مع حضرتك. اتفضل. بس التلفزيون بيوطى. التلفزيون بس التلفزيون عالي جدا. انا مع حضرتك. انا مع حضرتك. اتفضل اتفضل. اتكلم؟ نعم. التلفزيون انا سامع، وطي التلفزيون. ايوه صديق الشيخ. نعمين على راسي، اهلا وسهلا. الله يخليك. انا بس عندي شويه يعني كلام كتير كده مش هينفع اكلمك على الهواء، عايز اترقمك الخاص عشان اتصل على حضرتك. حاضر على عيني عيني. حاجه تاني؟ خلاص الشباب هم بياخدوا الخط. شكرا. اي حد بس يخش على الهواء اول ما يدخل عليا في الاستوديو يوطي التلفزيون خالص، لانه القمر الصناعي لما بياخد الصوت من عندي بيبقى فيه كام ثانية يعني، في الصوت بيوصلكم متأخر كام ثانية بس، حوالي 4-5 ثواني عشان القمر الصناعي ياخد ويبعت والريسيفر عندكم يستقبل الحاجة، بتاخد لها حوالي 4-5 ثواني. فده بيعمل عندي رد فعل في الصوت، فبيعمل دوشة جامدة، وأنا ببقى سامع صوتي مرتين بيتردد، فبيعمل لي مشاكل عندي في الاستوديو. فخلي بالكم الحتة دي. أي حد بس يخش على أي حد بيكلموا على اي قناه على الهواء ما يعني التلفزيون ده يبقى اوف واطي خالص، ملوش اي صوت، عشان انتوا تسمعوا كويس وانا اسمعكم كويس ونقدر نتفاهم مع بعض. ارجع تاني للموضوع بتاع الحلقه، وهو المفاتيح بتاعه الطمانينه، وانا بركز قوي على مفتاح النفقه. والله العظيم يا اخي عايز تسعد في حياتك وعايز تبقى مبسوط في بيتك وبيتك يبقى مطمئن كده، انفق انفق عليك. ده ربنا قال لسيدنا النبي كده، قال له أنفق أنفق عليك، اصرف اصرف، بس أنفق على الناس اللي حواليك وعلى الفقراء وبتاع والحاجات دي، وأنا هوسع عليك وهديلك من وسع. أنت كمان يا سيدي أنفق ينفق الله عليك. وأحق الناس بالنفقة بالنسبة لك زوجتك وأولادك وأهلك وأرحامك وقرايبك والناس اللي حواليك. فأنت تقي الله في زوجتك وفي أولادك، وحاول كده أن أنت الطمأنينة تكون موجودة في بيتك بأنك تنفق عليهم. ده أول حاجة خالص من المفاتيح. المفتاح ده لو مش موجود، والله والله بص بقى بالبلدي كده، لو مسكت سلوك الكهرباء يا سيدي عشان تبقى مبسوط، عمرك ما هتلاقي طمأنينة ولا هتلاقي سعادة في بيتك. عايز سعادة؟ اعمل اللي بقول لك عليه، جرب جرب تشتري السعادة. ده للي معاه، أما اللي معهوش فربنا يرزقك ويوسع عليك ويكرمك. تاني حاجة خالص بقى، حسن العشرة. يعني ايه حسن العشرة؟ حسن العشرة يا اخي لما يجي سيدنا النبي يا سلام يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يا اخي يا اخي
حسن العشرة يقتضي إنك تسمح لها تحب تعبر عن رأيها، تقول رأيها. طب افرض رأيها مش عاجبك، ما تحجرش عليها، ما توبخهاش، ما تسفهش من رأيها، ما تقللش من شأنها، خليها تقول رأيها. ولو رأيها غلط بين لها الصواب من غير ما تحتقرها. لكن لو انت احتقرتها او لو انت وبختها او لو انت همشت من رأيها، مش هيكون في سعادة ولا طمأنينة بينك وبينها. فمن حسن العشرة انك تسمح لها تقول رأيها في اي موضوع بينك وبينها او موضوع مرتبط ببيتكم. طب لو ما سمحتش، مش هيكون في طمأنينة بينك وبين بعض. هكمل في الحتة دي بس معايا محمد، وانا مش بحب اطول على اخواننا في التليفون. محمد سلام عليكم. اهلا بيك يا سيدي الناس. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا سيدي، اهلا بيك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ. نعمين. انا عندي مشكله بس ايه؟ عندك ايه؟ انا اسف. مدام حضرتك. ماشي، مالها؟ عصبيه دايما زياده عن اللازم كده. ها؟ وكل ما اجي اطلب منها حاجه لازم تعاند لي كده وتقول لي لا والكلام دوت. المدام مش عايز اخسر حياتي وبنتي. المدام بتسمعني؟ هي بتسمعني. اه المدام بتسمعك يا عم الشيخ. يعني هي قاعده جنبك دلوقتي؟ ايوه يا عم الشيخ. ايه؟ هي جنب حضرتك. حلو، يعني انت زعلان هي مش بتسمع كلامك. اه لازم كده تقعد كده تعاندني دايما دايما فين كده ونهار. المدام عندها كم سنة؟ المدام عندها بعملها كأنها طفلة يا عم الشيخ. عندها كم سنة؟ 20 سنة. انت عندك كم سنة؟ 30 سنة. طيب يعني فرق مش كتير، يعني فرق معقول. ايوه. طيب حاضر، هتسمع نصيحتي انت وهي؟ نفسي يا عم الشيخ نسمع النصيحة ونمشي يا وربنا يهدي الحال، عشان مش عايز اخسر بنتي. طب قول لي يا محمد. ومتخوش عني حقوقي كمان يا عم الشيخ. طب اسمعني بس، سامعني كويس؟ سامع. وطي التلفزيون ده بس عشان تعرف ترد على السؤال اللي جاي. حلو. سامعك سامعك مع حضرتك. بتحبها؟ طبعا بحبها يا عم الشيخ. يا راجل. طبعا. طيب حاضر، اسمع نصيحتي ليك يا محمد انت وزوجتك. شوف انا هقولك على حاجة يا اختي، انا مرضيتش اقول لمحمد اديني زوجتك عشان ما سببلكيش حرج، يعني حبيت ان يكون في مساحة، يعني عشان ممكن تحس بحرج او تبقي خجلانة، فمرضيتش اعمل حاجة زي كده، وقلت اكتفي ان انت قاعدة جنبه وانا اوجه لك رسالة. بصي انا هقولك على حاجة بالعربي كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث في منتهى الجمال. معنى الحديث ده، عايزة تعرفي أنت في النار ولا في الجنة؟ بصي على علاقتك بزوجك. انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يعني إيه؟ يعني بصي أنت بتسمعي كلامه ولا لأ؟ أنت تسمعي كلامه في كل حاجة إلا الحاجة الحرام، ما تسمعيش كلامه. لكن لو طلب منك حاجة بتعنديه ليه؟ ده لو هو رضى عنك، طالما إنه مفيش غلط، والراجل ده أنا أحرجته قلت له أنت بتحبها؟ قال لي آه على الهوى. ما انكسفش إنه يقول على الهوى قدام الملايين اللي بيسمعونا إنه بيحبك. طيب أنت لو نمتي ليلة واحدة ومنتش مرضية زوجك، الملائكة بتدعي عليكي. خلي بالك يا بنت الناس طيبين، انت هو بيطلب منك حاجة اعمليها يا بنت الناس طالما ان هي حلال. وبعدين في حاجة، ربنا سبحانه وتعالى جعلك ستر وغطى على زوجك، وجعله بالنسبة لك ستر وغطى، فخافي من ربنا واعملي حساب للستر والغطى ده علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرفع مكانتك في الجنة كمان وكمان.
وكل ما تكوني زوجة طائعة خيرة تسمع كلام زوجها، بتخاف من ربنا وبتسمع وبتنفذ وبتطيع اللي يرضي ربنا، مكانتك هتبقى عالية جدا 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 في الجنة. فاكرة ستنا خديجة لما جابت طبق فيه أكل ورايحة تديه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا جبريل نزل وقال له يا رسول الله أقرئ خديجة من الله ومني السلام، وبشرها بقصر في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. نصب يعني تعب، وصخب يعني صوت عالي، لأنه لما كان سيدنا النبي بيطلب من ستنا خديجة أي حاجة كانت بتعملها من غير صوت عالي. ما تعليش صوتها، تتق الله وتنفذ وتسمع، إذا أمرها أطاعته يا بنت الناس الطيبين، وإن نظر إليها سرته، شكلها حلو وريحتها نظيفة وبيتها نظيف ومنظفة أولادها وعاملة أكلها وعاملة شربها، السعادة هتيجي بالشكل ده. لكن يقول لك اعملي تقول له مش عاملة مش وقته، السعادة مش هتيجي، أنت هتعيشي مش مبسوطة وهو كمان هيعيش مش مبسوط وربنا هيحاسبك على ده. أنا عايزك تكوني سعيدة ومبسوطة بحياتك وارضي بحياتك اللي انت عايشاها، هتبقي اغنى واحده في الدنيا. وده اللي النبي قاله، الارضى بما قسم الله لك، ده اسمتك ونصيبك يا بنت الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، هتبقي اغنى واحده في الناس اللي حواليكي لما ترضي. ربنا يبارك لك في زوجك يا بنتي ويحفظ لك بنتك ويوسع عليكم. بص يا بنتي، عشان انا فلاح يا بنتي، اسمعي نصيحتي والله، اوعوا تغتروا ان انا قاعد قدام كاميرا وانتوا قاعدين سامعيني في تلفزيون، ابدا والله يا بنتي. البيت اللي فيه زئار وفيه مشاكل ما فيهوش بركه وما فيهوش رزق وما فيهوش خير. عايزه يا بنتي ربنا يبارك لك في بيتك، بطلي خلاف مع جوزك وبطلي مشاكل عشان ربنا يبارك لك وربنا يوسع عليكم. انا مش عارف وقت الحلقه خلص بسرعه جدا، الحلقه خلصت، اشوفكم بقى في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. وزي ما بشرتكم ان شاء الله قريبا جدا البرنامج بتاعنا هيبقى برنامج يومي، اشوفكم كل يوم ان شاء الله، لكن لحد ما ارتب الشغل في القناه وارتب الحلقات ان شاء الله اشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.